بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد حظيت اليوم باستقبال من طرف السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الدكتور محمد شرفي، حيث سلمت له التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المزمع تنظيمها في 7 سبتمبر 2024، مرفقا بالملف المنصوص عليه في الدستور. وهو بدوره سلم لي وصل استلام في هذا المنوال. اللقاء بقدر ما كان رسميا إلا أنه كان جد ودي، حيث أني اغتنمت هذه الفرصة في التعلم منه في العديد من المجالات. أشكر كل القائمين على هذه السلطة الموقرة وأتمنى لهم التوفيق في عملهم. في الأخير، وفي انتظار نتائج دراسة الملف، أتمنى أن أكون من بين المحظوظين الذين يخوضون غمار هذه المناسبة. نفس شريفة رسالة فقط إلى الشعب الجزائري، حيث أقول لهم أنه بالأمس أقسمت أن أكون الخادم الوفي لبلدي، واليوم ألتزم إن ساعفني الحظ أن أكون الخادم الوفي لبلدي وأن أكون الخادم الوفي لشعبي. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر ويحيا الشعب الجزائري. شكرا جزيلا. زيرتيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.